خلينا دلوقتي على طول نروح للميا ونعرف معاها بقى اخر اخبار الرياضه. يا لميا بصبح عليكي مرة تانية منا، وتابعيني بقى في جولة الرياضة النهاردة. اتفضلي. بصبح عليكم مشاهدينا وأهلا بيكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. فريق نادي الزمالك فخلاص أنهى استعداداته لمواجهة الترجي التونسي في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وأكد البرتغالي فريرا المدير الفني للفريق على أهمية المباراة اللي هتتلعب النهاردة على استاد برج العرب، وقال دي رابع مباراة للفريق في دور المجموعات والزمالك هيواجه مباراة صعبة، مجموعتنا قوية جدا في البطولة. من ناحية تانية أكد سيف الدين الجزيري لاعب فريق نادي الزمالك صعوبة المباراة مع الترجي النهاردة، وقال إنها هتكون مباراة قوية وصعبة خصوصا بعد الخسارة في اللقاء السابق اللي اتلعب في تونس، وأكد الجزيري إن الفريق حرص على علاج الأخطاء والسلبيات، وقال بدأنا تجهيز للقاء الترجي بعد الانتهاء من مباراة بيراميدز. فريق سلة الأهلي رجال فاز على الزمالك بنتيجة 74-59، وده في الجولة الـ 12 من بطولة دوري سوبر للفرق، وبيتصدر الأهلي كده ترتيب دوري السلة برصيد 24 نقطة والزمالك 20 في المركز الثالث. فريق أولبورج اتعادل مع فريق ميتلاند اللي بيلعب في صفوفه الدولي المصري إمام عاشور سلبيا في المباراة اللي اتلعبت امبارح ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الدنماركي. شهدت المباراة تواجد إمام عاشور في التشكيل الأساسي للمباراة، وتم استبداله في الدقيقة 72 وقدم مستوى مميز خلال أحداث اللقاء. نادي ترابزونسبور كشف تفاصيل إصابة الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه واللي تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد عمراني سبور في الجولة اللي فاتت في الدوري التركي الممتاز، واللي انتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف. وقال نادي ترابزونسبور في البيان الرسمي خضع محمود حسن تريزيجيه للفحص والتصوير بالرنين المغناطيسي، ووضحت الأشعة معاناته من إصابة في أوتار الركبة. ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وباريس سان جيرمان الفرنسي أكد أنه عنده رغبة في تحقيق الإنجازات مع الفريق الباريسي، وده برفقة النجم كليان امبابي. وقال كمان ميسي أنه عنده رغبة قوية في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان. من ناحية تانية نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أعلن بشكل رسمي انتهاء موسم النجم البرازيلي نيمار دي سيلفا من 3 لـ4 شهور بسبب الإصابة، وكشف نادي باريس سان جيرمان في بيان رسمي تطورات حالة نيمار، وقال نيمار كان بيعاني من نوبات عدم استقرار الكاحل اليمين في السنين الأخيرة، وبعد إصابته الأخيرة يوم 20 فبراير الفريق الطبي أوصى بإجراء عملية إصلاح الأربطة علشان يتجنب خطر تكرار الإصابة مرة تانية. المدرب الهولندي إريك تان هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد اتخذ قرار حاسم مع لعيبة الفريق بعد الخسارة بنتيجة 7-0 من ليفربول، وأكد بعض التقارير أن تان هاج طلب من اللعيبة يحضروا لمركز تدريبات النادي امبارح الصبح بعد ساعات قليلة من خسارة الليفر، وحضرت فعلا اللعيبة اليونايتد لمركز التدريبات الساعة 9 الصبح، وكان موجود المدرب الهولندي قبل وصولهم بساعتين. اتصدر النجم المصري محمد صلاح أغلفة الصحف العالمية الرياضية، وده بعد الإنجاز التاريخي اللي حققه مع ليفربول بتحطيم رقم روبي فاولر أسطورة الريدز والانفراد بلقب الهداف التاريخي للفريق في الدوري الإنجليزي. ونشرت الصحف صور النجم المصري محمد صلاح وهو بيحتفل بأهدافه في شباك اليونايتد تحت عنوان كلوب يشيد بمحطم الرقم القياسي صلاح، ويصر على أنه ينتهي به الأمر كواحد من أعظم أو من عظماء الأنفيلد على مر العصور. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل باقي فقراتنا.